جزء من عظمة النادي الأهلي زي ما قلت لكم جمهوره، لكن تعالوا نشوف الطفل نجاتي أسامة عبر عن حبه للنادي الأهلي إزاي، عشان أختم بيها الفقرة الأولى قبل ما أروح لطارق قنديل. أشوفها وأرجع لكم تاني. من جيت في يوم تلومني مش عالبال، قولوني هيفضل انت مني والاهلي هيفضل انت صعب في يوم تقدر تمنعني عن حبه الاهلي يلا عليا الدار حماس كلمات اغلى من المس الصورة دي انت شايفينها او الفيديو ده، ده نجاتي أسامة عبد الباري. الاتوبيس ده جاي من كفر الشيخ، طالع من كفر الشيخ جايب طبلته بيستعد في فرحته مع زملاته اللي محتضنينه الأهلوية الجدعان عشان يروح الاستاد عشان يشجع الأهلي عشان يرجع فرحان. عرفتوا بقى سر عظمة الأهلي؟